السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. هنا الكويت وتحديدا من المسجد الكبير. من زمان صراحة ودي أزور هذا الصرح العظيم، المسجد الكبير، أحد أشهر الأماكن في الكويت، لكن جت الفرصة اللي اليوم أزوره، وعلى يقين بأنه كثير من الكويتيين والخليجيين يعرفون هذا المكان لكن ما يعرفون قصة ومعلومات عن هذا المكان. الله أكبر. المسجد الكبير أو مسجد الدولة الكبير له قصة جميلة جدا. قبل هذا المسجد كان مسجد الدولة الأول والرسمي اللي يصلي فيه أمير الدولة ولي عهده مسجد السوق الكبير جنب المسجد هذا. سنة 1977 عندما توفى الشيخ صباح السالم الصباح وأصبح الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بعدها بسنة أمر ببناء هذا الصرح العظيم، مسجد الدولة الكبير. طبعا هذا المسجد صممه المهندس المعماري العراقي محمد صالح مكية بالطراز الأندلسي مثل ما انتو شايفين، وراح نشوف الآن مساحة هذا المسجد 45,000 متر، تكلفة المسجد 14 مليون دينار كويتي. بندخل الآن ونشوف المسجد. المسجد تم بناءه من 1979 إلين 1986، يعني تم بناءه أو استغرق بناءه 6 أو 7 سنوات. ندخل الآن ونشوف تفاصيل المسجد. ندخل الآن المصلى الرئيسي، شوفوا الجمال والتحفة الفنية في مسجد الدولة الكبير. شوفوا ما شاء الله. طبعا هذا هو المصلى الرئيسي، يصلون فيه يوم الجمعة والأعياد في رمضان. ما شاء الله. وهذا المحراب قدامي، هنا في أكثر من محراب، هذا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، طبعا 3 هنا و3 هنا، وهذا الرئيسي، وخلفي المحراب اللي تبع المصلى اليومي. هنا يصلي في الأعياد أمير الدولة ولي العهد حكومة الكويت. طبعا أبرز المشايخ اللي صلوا في هذا المسجد الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي. أعجبتني جدا فكرة المنبر، لكن ما عرفت كيف الإمام يوصل للمنبر، فقالوا لي هذا الباب هو اللي يودي للمنبر. ندخل الآن، من هنا يدخل الإمام أو الخطيب عشان يوصل للمنبر. بسم الله. ومن هنا يكون المصلى مكشوف بشكل كامل. طبعا أكبر عدد داخليا هنا يوصل عدد المصلين 10,000. أكبر عدد وصل له مسجد الدولة الكبير تقريبا 160,000-170,000 مصلي. طبعا من هنا المدخل الخاص لأمير البلاد إذا جاء يصلي في المسجد الكبير من هذا المدخل. ندخل للقاعة الأميرية، هذه القاعة تسع ل80 شخص، وفيها موجود هذا المصحف من أقدم المصاحف في العالم، المصحف المنسوب لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن هنا تدخل على طول للمصلى الرئيسي. طبعا هذا الصحن أو الساحات الخارجية، ومعلومة مسطحات البناء في المسجد 25,000 متر، والمسطحات الخارجية والصحن
هذه الأشياء 20,000. طبعا في وسط المسجد الكبير موجود هذا المعرض، معرض الخط العربي. أستاذ عبد الرحمن الحمادي الله يعطيك العافية طال عمرك، يحفظك يبارك فيك، شكرا على هذه الهدية. عفوا. يعني بالخطاط جاسر الشمري الله يجزاه خير، وهذه أحد لوحات سيد جاسر الشمري من الكويت، الخط الديواني الجلي بهذا الشكل. طبعا أخوي عبد الرحمن هذا المعرض هو معرض دائم، معرض الخط العربي موجود في المسجد الكبير. نعم الله يحفظك. جميل. وهذه اللوحات؟ هذه الله يحفظك، يعني المسجد الكبير عنده يعني فعاليات من أول ما افتتح إلى يومنا هذا. فعاليات كثيرة تتعلق بالخط العربي، بالفنون الإسلامية. عندنا مقتنيات يعني نادرة موجودة من أنحاء العالم في الفنون الإسلامية بكل أنواعها. اخترنا أن يكون عندنا معرض دائم طوال السنة موجود متجدد. فعندنا هذا المعرض اخترناه أنه يكون دائم ومتجدد لأن عندنا أكثر من 400 عمل فني مقتنينة. فبين فترة وفترة يتغير هذا المعرض، تقريبا الدورة مالته سنة كاملة، يطلعون على الناس ويزورونه بعدين نجدده ونغيره. من الأشياء الجميلة عن موقع المسجد الكبير، مسجد الدولة الكبير، أنه هذا الشارع، هذا الشارع الرئيسي هو شارع اقتصادي. جميع البنوك هنا، هذا مبنى البورصة الكويتية، خلفها من هناك سوق المناخ، والجانب الشارع الآخر شارع الخليج الشارع الجانب السياسي، قصر الحكم، مجلس الأمة، وبينهم مسجد الدولة الكبير. فالجانب الاقتصادي هنا والجانب السياسي من الشارع الثاني، وفي الوسط مسجد الدولة الكبير. بعد ما أخذنا جولة جميلة جدا في مسجد الدولة الكبير، الآن بندخل لمبنى الإدارة. هذا مبنى الإدارة الخاصة في مسجد الدولة الكبير. معي الآن الأستاذ علي شداد المطيري، مدير مسجد الدولة الكبير. شكرا على هذه الدعوة الكريمة. حياك الله. حياك الله. كانت زيارة صراحة جميلة واستمتعت واستفدت صراحة منها. شكرا لك طال عمرك. وش حاب تقول في ختام هذه الجولة؟ أول شيء احنا سعيدين بزيارتك لنا وشرفتنا في زيارة المسجد الكبير. احنا في المسجد الكبير يعني اللهم لك الحمد، الله حبانا في خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى، وبالأخص المسجد الكبير في دولة الكويت. يعتبر هذا المسجد يمكن مثل ما انت شفت مركز إشعاع، وايضا لكثير من غير المسلمين ايضا لزيارته في المسجد الكبير. وكنت انت شفت شخصيا الوفود اللي قاعد يجونا من غير المسلمين يطلعون على هذه العماره اللي موجوده في المسجد، وايضا يطلعون على الدين الاسلامي بسماحته، بالهويه الكويتيه بمعنى الصح، بالاعتدال اللي موجود، بالاضافه الى الجانب الفني بمركز الفنون اللي موجود عندنا، المعرض الدائم للخط العربي، مثل ما قلت لك معرض الخط الاسلامي ايضا موجود ان شاء الله، وايضا عندنا افكار ان شاء الله معارض اخرى ستقام ان شاء الله عن قريب بمشيئه الله، وفعاليات في المسجد. المسجد هو وجهه ثقافيه سياحيه في دوله الكويت، واحنا نرحب في جميع زوار دوله الكويت وايضا من الداخل، موفود وسفارات موجودة على أرضنا الحبيبة في دولة الكويت. شكرا لك. سعيدين فيكم. الله يسعدك أستاذ علي شداد مطيري، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا. شرفنا فيكم. أهلا وسهلا.